حبه واسالي قلبي اكيد. وانت لسه سمعتي حاجه يا حياتي يا حياتي كمان. الخيال غير الحقيقه غير الحقيقه، يعني اجمل مش بعيد. احنا لسه قلنا حاجة يا حياتي يا حياتي نقول كمان. واحنا لسه قلنا حاجة يا حياتي يا حياتي نقول كمان. واحنا لسه قلنا حاجة يا حياتي يا حياتي نقول كمان نقول كمان. انا فرحانة قوي قوي يا ماما. انا مش قلتلك يا سعاد يا حبيبتي ان حماكي عباس افندي القزاز راجل كله ذوق؟ بس يا ترى احمد هيجي وياه؟ احمد هيجي في وقت تاني. يلا خشي انت البسي. والطبيخ يا ماما؟ الطبيخ سيبيه عليا انا، اجري البسي وتزوقي. والنبي يا ماما مكسوفة قبله قوي. مكسوفة تقابليه ومش مكسوفة تقابلي عريسك وتقولي له قولي قالت لك ايه ماما؟ ماما روح دلوقتي اخويا محمود هيتجوز عزيز وانا هتجوز احمد وانا مرسي يا ستي. مش بتخرجي؟ حاضر. طيب بقول يا ماما يعني يعني ايه يا حبيبتي؟ قولي ما تبغشنيش يا سعاد. بقول مكان بالمره تشدي حيلك انت كمان. ايوه والنبي يا ستي، ده انت لسه صغيره قوي على الركنه دي. اخلصي مسحور من لسانك انت. مش كده يا ماما؟ كلام ايه ده يا سعاد؟ انا اتجوز؟ ليه لا يا ماما؟ انت زي قلب القشطه والف من يتمناكي. يا بنتي انا ما انساش ابدا عبد الحليم افندي ابوكي وايامه الحلوه. ابويا خلاص الله يرحمه، انما انت برضه ست وليكي طلبات. لا والنبي يا سعاد انا خلاص ما بقتش افكر في الحاجات دي ابدا. ابدا مين يا ستي؟ دي الست عمرها ما تستغنى. تستغنى عن ايه يا بنت انت؟ الله، دي سنه الله ورسوله يا ستي. خشيه الفتنه. فتنه ايه يا وجع في قلبك؟ طب اسمعي يا ماما. يا سعاد خش يا حبيبتي غيري هدومك، زمان الراجل جاي. على كل حال انا هسيبك تفكري شويه. لا 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 يا اختي انا ما بفكرش في الحاجات دي ابدا ابدا، ما بفكرش فيها يا اختي ابدا ابدا. افكر؟ عارفه يا ستي الست اللي كنت بشتغل عندها قبل منكم عملت ايه في ليله ممات جوزها؟ يا بنت سيبيني افكر. يقطعي قصدي يعني سيبيني اطبخ. اجمد يا عبس يا قوي. اسعى وصلي على النبي. يلا يلا شد حيلك يا عبس. يا بلبل يلا طول بالك الصبر طيب. اجمد امال بقى. يا بلبل هو ماله ليه؟ بلاش دعوه هو كده. بالشيف ان شاء الله. مع السلامه بقى. يلا يا سيدي يلا يلا. هو بيرقص كده ليه؟ خش اقول لك سيبه يرقص تشريكه يا اخي. الله يلا يلا. اجمد يا عبس اجمد. يلا حلو يلا. ما تحلك شويه على الراجل يا جدع. انت لسه كتير يا بلبل. كتير مين ده؟ احنا لسه في اول دور. الله اجمد امال يا عبس اجمد. يلا يا عم يلا يلا.
لا 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 مين هنا بلاط؟ خلاص وصلنا. خد يا عم ونبي تبقى لو سمحت ترجع لنا عشان نبقى ننزله سوا. ننزل مين يا عم؟ هو ده نازل في يومه. الشوكولاته اتفعصت يا رنين. معلش يا معلم عباس تعيش وتفعص. العين يا ستي. اهلا اهلا وسهلا يا معلم عباس. خطوه عزيزه. اصبر عليه شويه لاحسن نفسه قطع. يا ندامه لازم طلعتوا على السلم. طبعا طبعا دخل السلالم ثلاث ثلاثه عشان كده خلص اهو. اجري يا بنت قوم الكنبه يا بنت اوام. يلا بنت كنبه كنبه. اجمد يا معلم عباس. سلامتك يا معلم عباس. تسلم ايدك يا اخويا. اتمد يا معلم عباس اتمد اتمد. خد راحتك ده بيتك. اجيب له يا بلبل افندي بطانيه. لا 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 على ايه دلوقتي روح اطرد. ما عندكوش نشاتر ولا كرفس؟ ايوه يا حبيبي نجيب له حالا. ندهنه خلي يا ستي. ان شاء الله تتخللي عن اذنكم. بلبل. نعم. هو هيكون باين عليا ان انا تعبان. تعبان مين؟ ده بس الراجل بتاع المساج كبس عليك حبتين كده. شد حيلك. يعني ما خدتش بالها ان مهكع شويه. هكع مين؟ ده رايحه تقولي بنتها على الامل اللي جات لها. لا انت واقفه ليه يا بنت انت؟ ايه بتفرج. بتفرج على ايه يا بنت؟ امشي خرج بره. الله يبقى اثبتني ولا هعرفش اتفرج عليه كمان. تتجنن. قوم يا ست احسن تروق لنا الصالون. اسكت انت يا بنت. امشي هاتي له عضين كرفس من الثلاجه. ما عندناش كرفس يا ست. افتح له علبه سردين. اي حاجه اخفي من وشي بس. حاضر يا ست. الف مبروك يا حبيبتي. الله يبارك فيك يا ماما. الو احمد. اسمع يا احمد باباك عندنا وجايب لي علبه شوكولاته مفعصه انما اتجنن. ايه انا هطير من الفرحه يا احمد هطير. امسكني لطير من الفرحه امسكني لطير. ما لقيتش علبه سردين يا ستي اجيب له سمسم. امشي الله ايوه ايوه يا سنابيل. فدلوقتي يا انعام هانم ابنه وبنته هيتجوزوا وانت عارفه ان الست بتاعته عيانه بقالها كتير. سلامتك يا ست غادية ألف سلامة. أحمل لك يا ينسون يا عباس. لا 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 لسه ربي شغال. أيوة يا سنابيل نرجع لموضوعنا. فبدل يا إنعام هانم ما يكونوا جوازتين يبقوا ثلاثة ويخلي زيته في دي ودي. أيوة فاهمة يا سنابيل بس أنتوا يعني فاجئتوني بمفاجأة خليتوا جسمي مش على بعضه. والنبي يا سعاد ما أنا عارفة أقول لك إيه يا حبيبتي. والنبي يا ماما تحكي لي على قالك علي تمام. هقول لك ايه يا سعاد بس قال ايه عاوز يتجوزني بيقول ما دام ولاده هيتجوزوا هو كمان بده يخش دنيا. يا فرحتي يا ماما وانت قلت له ايه؟ اقول له ايه يا ندامه هو انا ايه قللت الاصل يا سعاد يا بنتي. دي مراته صاحبتي الروح بالروح اعمل فيها انا المقلب ده مش ممكن ابدا. وماله يا ماما ما هو لو انت ما قبلتيش هدور على واحده غيرك. يدور يا حبيبتي البنات كتير على قفا من يشيل. والنبي يا ماما تقبلي عشان نبقى كلنا سوا. والنبي اقبل زي يا سعاد يا بنتي يا عيب الشوم الناس تقول عليا ايه؟ هيقولوا ايه يعني؟ الولد خد البنت وما خدت ابوه. بس يا مجنونه انتي اوعي اسمع منك الكلمه دي مره تانية. يا ندامه هو خلاص يعني الدنيا ما بقاش فيها امان ولا ايه؟ والنبي يا سي عباس تعفيني من الكلام اللي بتقوله ده. يا نعم هانم انا غرضي شريف وجاي استاذنك الاول. انا هكون خدام ليكي ولبنتك سعاد. لا ايوه ما انا عارفه بس يعني مش واجب كنت تاخد راي الست بتاعتك ولو انها عيانه ومرضانه وخلصانه. ولا سعاد هي اللي مش موافقه؟ ابدا ابدا دي منى عينها الحكايه دي تتم. بس انا يعني انا سامحني على الحريم افندي خشيت الفتنه يا حبيبي. ها يا ست انعام نتكل على الله بقى. طبعا طبعا كلنا متكلين عليه بس ما اعرفش ليه خانقني العياط. بس 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 يا ست هاني ما تعمليش في نفسك كده ابدا. سبحان الله. عن اذنكم اه
اهلا بالعروسه. اهلا اهلا، ازيك يا عمي؟ الله يخليكي. ايه يا سعاد، ماما قالت لك؟ ايوه يا عمي قالت لك. ومبسوطه يا حبيبتي؟ مبسوطه قوي، وربنا يطول في عمرك يا عمي. ما بلاش يا عمي دي، قولي لي قولي لي عادي. طيب اسيبكم انا بقى عشان تاخدوا راحتكم. تاكدي يا سعاد ان انا هخليكي اسعد زوجه في العالم. كتر خيرك يا عمي. وانتي هتخليني ايه؟ انا هخليك اسعد راجل في الدنيا يا عمي. عارف اول ما هخش بيتك هعمل ايه؟ هبقى ممرضه خصوصيه ليك وللست بتاعتك. امال انت مش عارف ان انا معايا دبلوم في التمريض؟ تمريض مين؟ ده انت اول ما تخش بيته هيبقى زي الحصان. سعاد انت لازم تيجي انت وماما عندنا الليله دي، النهارده عيد ميلاد عزيزه. طبعا يا عمي، عقبال 100 سنه. ده بتديني بوسه. تعالي ملقتش غير يخرب بيتك. طيبه يا عزيزه. كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه. كل سنه وانت طيبه يا اموره. اهلا قطوطه هانم. امال فين منى؟ اصل عنده نبطشيه للصبح في الاجزخان. مساء الخير يا جماعه. اهلا اهلا اهلا. مساء الخير. يا عروسه اتاخرتي كده ليه؟ ده احمد على ظهره. القلوب عند بعضها يا عمي. باين عليكي بتحبي بابا قوي يا سعاد. ايه؟ هو مين ما بيحبهوش؟ طبعا ده عمي، هو الخير والبركه. اسكت انت، خليك وانت فيه. عن اذنكم شويه، اصل انا تعبانه ودخلانه، واحنا كمان اتاخرنا قوي قوي. يلا بينا يا اولاد، يلا يلا. صباحي على خير يا سعاد. ما تخلي سعاد تنام عزيزه الليله يا نعم هانم. تنام فين؟ يلا بينا يا سعاد. والنبي يا طنط خليها تنام معايا انا وقطقوطه. ايوه ايوه، يناموا الثلاثه عندنا، واحمد يروح مع محمود. يلا يا احمد يلا، خلي البنات ياخدوا راحتهم. احنا الثلاثه مش هننام الليله. تصبح على خير. وانت من اهله يا استغادر. اوصلي كده حلوه يا راجل. اعقل اختيشي، خش نام. يلا يا احمد، يلا يا محمود. الحب أقوى مني.